بعض الأشياء ما وضعت فيه يعني مثلا الدعاء بعد الناس بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يدعو يمسح وجهه لا مو مشروع بعد الفرض لا يرفع يديه وبعض الناس يسلم لكن إذا دعا بينه وبين نفسه بعد الفرض بينه وبين نفسه لا يرفع يديه يقول هي بدعة هذا منكر بدعة